أول كلمة عندنا الفوليا صح؟ طيب مش هيقول عنها جايريز اللي هبول اللي هون مش قلنا عن هذول جايريز؟ طيب هذول جايريز طيب هذول اللي بالسربرم اسمهم مش جايريز اسمهم فوليا اوكي؟ انت حضرت المختبر الأولاني؟ خلص نعم هاي شو اسمها؟ فوليا هذول كل خطوط هاي اسمها فوليا وكل خط من الخطوط هذول الصغار اسمه فوليوم المفرد تبعه اوكي طيب لاحظوا انه كيف جاي لاحظوا بالضبط ممتاز شايفين هاي واحده شايفين هذه الدوده هي هيك بالطول صح وهي كمان دوده صغيره وهي كمان دوده ثلاث كل واحد من هذول اسمهم فيرمس كل واحد من هذول اسمها فيرمس واضح فهمتوا كيف شو الفيرمس شو الفوليا اوكي شو اللي بعدها فلورا اوكي اربر فايتا هيها الشجره شجره الحياه شايفينها كيف طالعه زي غصون هاي هي الاربر فايتا هاي هي الاربر فايتا 1 2 3 4 هاي كلها اسمها الاربر فايتا اللي هي شجره الحياه ايش حكيت هون الوايت والجراي وشار عكسها هاي هاي وايت وهاي جراي هاي وايت الشجره هي الوايت وهون يعني زي هون مو العكس لا انا مش قلت لكم الدماغ بالنص السباينال كورد بالعكس اوكي السباينال كورد بتكون الجري ماتر بالنص يعني سوري بتكون الوايت ماتر برا والجري بالنص هاي السباينال كورد بس الدماغ لا كله كدماغ كله بتكون الوايت بالنص والجري بالنص اوكي طيب شو هي قلنا عنها اربر ايش فايتا واضح طيب بعد عندنا اللاترال فنتركل ممتاز هاي الحفره شباب شايفين الحفره هاي الكبيره اللي هون هاي حفرة شايفين الحفرة كلكم شايفينها حفرة هاي اللي زي الدال شكلها زي الدال شايفينها كل هاي اسمها لاترال فنتركل اوكي طيب اللاترال فنتركل قلنا مغطي بغطاء رقيق هيو شو سميناها سبتم بيليسيدم هذا الغشاء الرقيق شو اسمه سبتم بيليسيدم وقلنا الحواف تبعونها اليابسة هاي شو سميناها؟ كوربس كلوسيدم كلوسم كلوسم شو سميناها الحواف؟ كوربس كلوسم كوربس كلوسم الحواف واضح؟ واضح كل شيء سوسن واضح؟ واضح؟ صبري واضح؟ يوسف اوكي ركزوا معي هلا شفت راح خلاص انتهى طيب لاحظوا هون شباب في عندنا طابة سكنية من قدام شايفينها؟ كرة هاي وعندنا واحدة بيضاء هي ورا شايفينها؟ وين؟ ثواني هاي أين جايكم أنتوا على الجهة هاي؟ هاي طابة سكنية شايفينها؟ اللي هون هيها اللي لمسها بالملقط وهاي واحدة بيضاء شايفينها؟ وهاي تيوب شايفينه؟ شفتوا حربة؟ هاي طابة سكنية وهاي طابة بيضاء وهاي تيوب هاي طابة سكنية من قدام شايفينها؟ وهاي طابة بيضاء هي ملزقة بالجدار وهاي تيوب شفتوا؟ جبنا هاي طابة سكنية وهاي طابة بيضاء وهاي تيوب. طيب الطابة السكنية هاي اللي قدام شو سميناها؟ اللي قدامها سوري هاي دماغ هيك شكله صح؟ وين الروسترال بارت؟ هيك صح؟ إذا هاي الروسترال هاي شو سميناها؟ وديت نيوكليوس طيب والطابة البيضاء اللي وراها هيبو كمبس هيبو كمبس اللي قلنا الميجر كومبوننت المسؤول عن اللونج تيرم والشورت تيرم طيب القناة هاي لونها على بني بالنص كرويد لا هاي هي الكرويد بلاكسس هاي الكرويد كرويد ايش شفتوها شايفين الكرويد بلاكسس هاي الكرويد بلاكسس هي اللي بتنتج ايش ريبروسبان الفلويد واضح شفتوا كل الاجزاء اللي جوا اوكي طلع على شو راح يصير شباب ركزوا معي هذا راح يصير الدرس اسهل تعبس انتجت الكورويد بلاكسس السائل السائل راح يعبي هاي الحفره صح راح يطلع صح بعد ما يطلع راح تفيض السائل تبعه راح يفوت جوا الحفره هاي شايفين الحفره هاي شايفين الحفره هاي السير لا قلنا ما بيجي تو فنتركل بعد بعض قلنا لازم يكون فاصل بينهم هاي الانتر طلع علي مش هون تعبى بنزل السائل هي لوجيك طلع كيف؟ بنزل السائل هون مباشره بالحفره هاي صح؟ بعدين بتنتهي الحفره هاي وين بتروح؟ ثيرد هاي الثيرد
الخط هذا اللي هون اوكي جبالها بالضبط يعني هاي تعبت الحفره هون تعبت بعدين وين مشينا للثيرد تعبت ثيرد بعد الثيرد لما يتعبى وين بنروح على الرابع من خلال الدكت طلع كيف راح يمشي السائل من هون هيك 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 هيك, هيك. شايفين السي هاي الكوع ها شايفينه هاي هي السيريبرو اكوا دكت احنا قلنا ما بيجي تو فنتركل ورا بعض تذكر هاي المعلومه خلصنا الكنال ولا لا لا هاي القناه هيها هاي هون الثيرد فنتركل يس بعدها مشينا بالقناه هاي القناه اوكي شايفين القناه هاي بسموها السيريبرو اكوا دكت بعدين وين بنروح للفورث هاي الفورث هاي الفورث اللي موجود بين السيربلم والسباينال كورد سباينال كورد هي هاي كلياتها الفورث فنتريكل بعدين من فورث فنتريكل وبنزل سباينال كورد تحت راح اعيدها مره ثانيه السائل راح يكون بال لاترال فنتريكل راح يطلع راح ينزل بالحفره هي هون سموها الانتر فنتريكولر سبت فورمن بعدين راح يطلع منها على ثيرد فنتريكل شايفينه بعدين راح يطلع للقناه اللي هي بسميناها ايش سيربرو اكوادكت من السيربرو اكوادكت راح يدخل بالشق هذا اللي سميناه ايش فورث فنتركل واضح سهل فلورا واضح اوكي شوفوا عندنا انتر فيلميك ادهيجن وايش كمان سيربرو اكوادكت لا احنا انفرا فيلميك وكاربرو اوكي كوربورا كوادريجن طيب طلعوا كيف الدماغ هيك وهيك صح يكون مسكر هيك صح شايفين هاي الدائره الدويرة هاي الدويرة هاي شايفينها ضو بكونوا شو لزقات بعض فيهم ادهيجا عشان هيك مكان الالتصاق في الدائرة هاي هاي السطح مكان الالتصاق في الدويرة هاي بسموها انترثلميك ادهيجا يعني مش الكرة نفسها مش الكرة نفسها مكان الالتصاق هاي لبنى في الدائرة هاي وهي الدائرة عبارة عن كرة كاملة اسمها ثلمس فهذا مكان الالتصاق تبعهم هاي السطح وهذا السطح اي واحد منهم بسموه انترثلميك ادهيجا انتر ثلاميك ادهيجن طيب اسالكم سؤال احنا شو قلنا لاترال فنتركل خليكم تسجلوا عشان تعرفوها بعدين قلنا ثيرد وفورث طب وين الثاني ما اجي بالكم انه في سكند مثلا قبل ثيرد ركزوا معي في عندنا لاترال بالجهه اليمين وعندنا لاترال بالجهه الشمال وعندنا ون ثيرد ون فورث للدماغ فصار زي كانه الاول هو اللاترال فنتركل اليمين والثاني هو اللاترال فنتركل اليسار والثالث هو ثالث للدماغ كله والرابع هو رابع للدماغ كله فعندنا كل هيمسفير في لاترال فنتركل كل هيمسفير في له زون لاترال فنتركل بس الثالث للدماغ كله والرابع للدماغ كله يعني فهمنا كيف الترتيب اللاترال اليمين هو رقم واحد واللاترال الشمال هو رقم اثنين بعدين بنصير ثيرد فنتركل وفورث مفهوم طيب عندنا ايش اربع اجسام هذول صغار سكرنا الدماغات على بعض وجينا هون واحد اثنين ثلاث أربعة شفيتهم واحد صغير واحد صغير واحد كبير واحد كبير شايفينهم الأربعة حربي واحد اثنين ثلاث أربعة شايفين من الأجسام الأربعة الأجسام الأربعة واحد اثنين ثلاث أربعة شايفينهم من نفخات الضوء الأربعة اللي ورا واحد اثنين ثلاث أربعة هذول من الأجسام اللي اسمهم تجمع الأجسام الرباعية عشان هيك بنسميه سيريبرو كوادري جيمينا من تجمع عشان ما تنسوهاش سيريبرو كوادري جيمينا سهل درس اليوم واضح الأجزاء كلها صح مع السلامة